رح نحتاج نص كيلو ربيان مطبوخ، نص كوب خيار، نص كوب بندورة، نص كوب بصل أخضر، نص كوب كزبرة، 2 سنتوم، كوب عصير ليمون، ومعلقة صغيرة كمون. طبعاً هاي الوصفة إذا كل شيء مقطع عندك بتاخد دقيقة، اللي هي هلأ عندي خيار مقطع صغير صغير إذا مقطع. إذا لقينا حدا نقطعه. أنا أكثر شيء بتغلب فيه التقطيع. أنا بعشق التبولة، يعني بعملها مرة بالسنة. أنت بتعمليها؟ ما بحب، بجيب الصراحة بجيب البقدونس وأنا شاف وبقطع بسرعة. يمكن لأنه بسبب وجودك كثير بالمطبخ بيعطيكي إنه خلاص أنا بدي أقعد هلا أقطع وبدي أجهز. عم تضيفي هلا هاي إيش؟ هاي كزبرة بس خليت شوي عشان جارنش. هون عندي بصل أخضر. أوكي. نقدر نستخدم بصل أحمر بداله. حسب الموضوع. عندي ثوم. بنقدر نشيل الثوم عشان الدنيا نيو يير كمان. عادي مو هون في ثوم. بس هذا ثوم ني. أوكي. أوكي. بس برضه نقدر نحط قليل او نقدر نشيل. انا ما بقدر استغني. اوكي هلا شايفه ما احلى اللون عن جد. حسيتك عم تعملي فتوش. حنين بدي احكي شغله، انه انا هون للشمس عندي مطبوخ جاهز بنباع مفرز مطبوخ جاهز. اذا ما عندي اياه جاهز، اذا مش مطبوخ، يا بسلقه مع شويه خل يا بحطه بالفرن لمده 3 دقائق، هيك ما بياخذ وقت كثير. مع شوية زبدة. أوكي. هون عندي كمون وعندي كمية ليمون جيدة. ليش نفسي أشرب الليمون هيك؟ أحبه كتير. إحنا خلاص جعنا. أنا عن جد. هلا إحنا أنتوا شوفونا بس تخلص الحلقة. أوكي. هجوم. هلا شايفة؟ هاي خليها عندك عشان التزيين. بدي أجيب الصحون هون. هشيل هذا من عندك. أوكي بدي أحاول. بدي اخذ من الخلطه حاسه مش هيكفي الاربعه. هلا هي بتتضيف بكاسات صغيره. اوكي لا بكفي، ما احلى المنظر. يس. هلا استني لاورجيكي كيف بدي احطهم بالاخر. بدي احاول. سرحت عن جد. انا حتى سرحت. تعرفي ليش؟ لين في هاي الالوان، الالوان والريحه، ريحه الكمون. فبتخلي الواحد انه عن جد هلا يتشهون. يعني لو انتم معي هون حتتشهونوا. وقلت لك دائما الناس تسالني حنين كيف ما بتنصحي؟ كيف ما بتنصحي؟ كيف ما بتنصحي؟ لا حنين ما بتاكلي كثير، يعني بتذوقي انت. هو لا يعطوني مجال. انا وجودي ما باخذ، يعني ما بلحق لي. ما انت بتشوفي لا انا ولا انت بنلحق، حتى انت نفسك ما بتلحقي. انا لزوم الدايت انت عارفه. صح. بس يعني قبل ما تبلشي دايت كنت تلحقي؟ لا. اذا ما كنت تشيلي لحالك على جنب كنت تلحقي؟ اوكي هيك بالنسبه لي خلصت الوصفه. بس هون حابه شحطه. طيب وبعدين اوبس اخر شيء بدي اعمله حنين الشريمبس. احطهم خلص بهالطريقة. يعني حبتين شريمبس بيكون تمام لكل وحدة. اوكي هي هيك. لا انمار الشريمبس مطبوخين لي ساعة. لو انت بتركز انه الشريمبس هذا يا بنباع مطبوخ جاهز مفرز يا بنطبخه بطريقتين، بنسلقه مع خل وملح طبعا، يا انه بنحطه بالفرن شوي مع زبده. طلعني ما بعرف اطبخ الشمس. شايفه بالله انمار لازم يعلق ما بيقدر يا لين. اوكي هيك ثاني اساعدك. وسخنا مسحون كثير. anyway دائما بتعلقي علي. لا هاي مش بايدي. صح عشان يلبس كفوف كمان. يس هيك بنكون خلصنا حنينه.